هلا نحن هون بدينا بالبصل طبعا، شو حتضيفي عليه هلا هاجر؟ بدك اياه شوي يتحمر صح؟ صح. اوكي، هلا نحن دائما يمكن بموضوع البصل بناكد على موضوع انه لازم يتقلى على مهله لحتى ناخذ منه الطعم اللي احنا بدنا اياه. حطيتي ضفتي عليه الملح والفلفل الاسود صح. وبعدين حتضيفي الخلطه كامله، كيف حتسويهم مع بعض هاجر؟ فالمفروم لازم يكون ارتاح شويه بعد ما نطلعه من القدر، عشان ايش؟ عشان لا يخرم، ما يكون فيها مي كثير، ما يكون فيها مويه وما يخرم كمان العجينه. فحنحط، انت قصدك يرتاح بمعنى انه ما يكون سخن كثير صح؟ اكزاكتلي صح صح. بعدين بنحط شويه بيض مسلوق، بعدين نحط بقدونس وشبت. في ناس تحب شبت، في ناس ما تحط الشبت، على حسب. انا بحب صراحه الشبت بالسمبوسه تحديدا. عاده في ناس حتى بتحط معها بازيلا شوي، او بتحط شويه خضره، على حسب الوصفات.